السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، عواشركم مبروكه. اليوم ان شاء الله نقدم لكم الكرداس. كنتمنى ان شاء الله طريقتي تعجبكم، وتابعوا مراحل الاعداد في الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم بنات، اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الشهيوه وهي الكرداس، حيت كيبغي واحد الليله قبل باش يترقد. انا احتاجيت الكرشه على هذا الشكل، هذا بعد ما غسلتها كنقطعها على هذا الشكل، هذا على شكل طولي. كنحتاج القرجوطه قطعتها على هذا الشكل، هذا بحال الشكل ديال القديد على هذا الشكل، هذا قطعت هذاك الشكل اللي بحال الجيب على هذا الشكل، هذا حتى هو على شكل طولي. عندي الريه قطعتها حتى هي على هذا الشكل، هذا بحال الشكل ديال القديد على هذا الشكل، هذا احسن ندير معكم كيفاش قطعتها. عندي هنا المصارن بعد ما ضفرتهم على هذا الشكل، هذا حتى نوريكم كيفاش ضفرتهم. غندير معكم الان الريه بعد ما كيفاش قطعتها. كناخذ الريه على هذا الشكل، هذا كنقطعها بحال الشكل ديال القديد، كنشرحوها مزيان باش ندخل معاها الملحه، لان هاد الكرداس هذا بغيتو اني نشوف واحد شويه، ما كنديروش فازق حيت كتجي فيه واحد الطيبه خايبه الا درناه باقي ما نشفش من الماء. من الاحسن ينشف من الماء واحد يومين اولا نهار كامل اذا كانت الحراره مرتفعه على هذا الشكل، هذا كنمشي على هذا الشكل، هذا حسن نكملو. على هذا الشكل، هذا كيجي على هذا الشكل، هذا باش يدخل معاه التوابل والملح. ان شاء الله ندوز معكم كيفاش كنضفر المصران. انا ضفرت من قبل، ان شاء الله نوري معكم كيفاش. كناخذو على هذا الشكل، هذا تنديرو واحد العقده على هذا الشكل، هذه العقده بحال هكا. كنخشيو يدينا من هاد الحلاقه هذه، وكنبقاو نجرو الخيط على هاد المصران على هذا الشكل، هذا على شكل ضفيره. سنكملوهم طريقة بسيطة ودغيا كيوجد معانا على هاد الشكل، هذا عملية سهلة. والآخر كنعقدوه باش ميتحلش معانا على هاد الشكل، هذا إلا كيجي معانا على هاد الشكل هذا. بالنسبه للتوابل اللي غنحتاجو، عندي فلفله حمراء، الملح، عندي شويه سكينجبير، عندي الخرقوم، عندي زريعه القزبر، عندي شويه ديال الابزار، شويه الخل، شويه سودانيه. ان شاء الله نبدا نتبل دابا، غنبدا بالدريه هذه والقرجوطه ديالها. بعد ما قطعت الريه ديالي على هذا الشكل، هذا كنحتاج التوابل، الملح. انا غنديرهم معاكم بكميه وفيره، تقريبا هنا عندي جوج معالق كبار، عندي معلقه صغيره ديال السكينجبير، عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي. بالنسبه للقزبر اليابس نكثروا منه، غندير هنا معلقه كبيره، هو اللي كيحافظ لينا عليه. عندي معلقه صغيره ديال الابزار حيت غندير مزال السودانيه، السودانيه هي كتحافظ على اللحم. عندي تقريبا
نص معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء، ديال الخل تقريبا واحد ربع ملعقه، ونبقى ندلك فهاد العناصر هادي، ندلكهم مزيان حتى يتشربوا الملح والتوابل. على هاد الشكل هذا ضروري نبيتوهم ليله كامله، نديرهم شي سوبيره ونحكموا عليهم الاغلاق باش ما يخرجوش الريحه في الثلاجه، ونخليهم حتى الغد. ان شاء الله كنصفيهم من الماء اللي تيخرج منهم، وكندهنوهم بالقليل من الزيت. هاد العمليه ان شاء الله راه غنديرها معكم، وديك الساعه نشروهم. نفس العمليه غندير الكرشه، وغادي ندير هاد المصيرنات ورجع معكم ان شاء الله. البنات بعد ما شرملت هادي الكرشه ديالنا نفس الطريقه اللي درت بها الريه، هادي المصارن ديالنا تما نفس الطريقه، ودرت حتى المجبنه حتى هي درت ليها الملحه ونفس التوابل اللي درت مع هادو ديال الكردات. ان شاء الله غادي نغطيهم ونخليهم في الثلاجه حتى الغد ان شاء الله، حتى نرجع معكم عند فاش بغينا ندير هذه العمليه هذه. البنات بعد ما بات واستقطر من الماء اللي كيطلق، دابا ان شاء الله غندير القليل من الزيت باش كيحميه من الحشرات، ومن بعد غنشرو. خلطوا على هذا الشكل هذا حتى يتلبس بالزيت، ومن بعد نشرو. ومن بعد كنشرو على هذا الشكل هذا. السلام عليكم بنات. من بعد ما نشف ليا نشفات الكرشه ديالي اللي غندير بها الكرداس، هذه ريه بعد ما نشفات، هادو مصيرنات بعد ما نشفو، هذه القرجوطه، هذه الكرشه كيجيو على هذا الشكل هذا. انا ان شاء الله غادي نبدا نصوب معكم الكرداس ديالي. انا فايت جربت كاع الانواع اللي ما ناشفينش كنعمرهم، ولكن هذا هو اللي تيعجبني، هو اللي غنشاركو معكم ان شاء الله. دابا غنقطعهم طريفات، مو على حسب الكرداس اللي غادي ندير، انا غادي نقطعهم ونرجع معكم. البنات بعد ما قطعت الريه ديالي وهاد المصران ديال الشحمه القرجوطه وهاد الكرشه ديالنا حتى هي قطعتها على هاد الشكل هذا، مو على حسب بغيتو ديروهم صغار بغيتو ديروهم كبار. ان شاء الله غنبدا نعمرهم. كناخذوها هاد الجهه الملسه كتكون لتحت، والجهه الحرشه هي اللي كنديروا لداخل، لان هي كتجمع التراب وداكشي، من الاحسن تكون لداخل. ممكن ديروا هنا طريفات ديال اللحم، ممكن ديروا طريفات ديال الشحمه، انا مع درت المصران ديال الشحمه فيه الشحمه، فضلت غنكتفيت به غير هو. كناخذ القليل منهم من قرجوطه والريه على هذا الشكل هذا، كيجي رائع رائع، كيكون ناشف ما كتخافوش من الداخل يفسد اولا حتى حاجه ما كتوقع ليه. وكنلويو وكنزيرو على هذا الشكل هذا. كناخذو موس كندير واحد الفتحه في الوسط على هذا الشكل هذا. علاش كنديرو هذه الفتحه؟ باش فاش كندورو عليه المصران ما تي يخرج لا من هذا الجهه لا من هذا الجهه، كيتفيكس مزيان على حساب هذا الشكل هذا. وتنعودو ممكن ديروا على شكل بزيطمات، ولكن من الاحسن يبقى يتنفس يدخلوا الهواء من كاع الجهتين على هذا الشكل هذا، كتجي على هذا الشكل هذا. غادي ندير واحده اخرى، ديروا على هذا الشكل. ناخذ المصران، شويه ديال قرجوطه، شويه ديال ريه، كل حاجه منها شويه شويه. باش ديروا اللحم بغيتو تكتفيو غير بهاد العناصر اللي عندكم.
ونزيره على هذا الشكل هذا ونعقده. يجي على هذا الشكل هذا. كنبقاو غادي نحسن ندير واحد الكميه، نديرو 4 6 8 المهم على حساب. خصو ديري صغار كديرو صغار وكتبقاو كتزلقو فيهم بحال الشكل ديال البصله ملي كتزلقوها بحال داك الشكل بحال هذا الشكل وكيتعلق بحال هكا. وانا غنكملو معكم ونكملو ونرجع معكم البنات. هذا هو الكرداس ديالي بعد ما عمرتو، كيجي على هذا الشكل هذا. ممكن كتبقاو تعقدوا فيه وحده بوحده ملي كتبغيو، فاش كتبغيو طيبوه كتقطعوا وحده، كتاخذوا وحده جوج المهم على حسب الكميه اللي بغيتو. كيتعلق على هذا الشكل هذا. مازال خاصو ينشف، دابا غادي نعلقو ان شاء الله. المهم الكرداس ديالنا كتنشر على هذا الشكل هذا حتى كينشف. مره نقلبوه حتى كيوجد لينا ان شاء الله، حتى يوجد ونلتقي معكم بعد 4 ايام ولا 5 ايام ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي ديالو. الناس هذا هو الشكل النهائي ديال الكرداس ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع دغيا كيوجد. ان شاء الله تجربوه بالصحه والعافيه، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.